غنزيدكم لا سوب واحده اخرى ديال شي فلور حتى هو كاين دابا موجود ديال هذا البرد. عندي واحد الكيلو ديالها كتجي لذيذه اختي سناء كتجي واعره. عندي كيلو ديال شي فلور، عندي بصله واحده بيضاء مقطعه مربعات، عندي خمسه الصوص ديال الثوم نحكوهم والملحه والسر في هاد لاغوسيت هو سانكبي. هو غنقول لك ديري البزار ولكن اللي سانكبي كيتواتاو مع الشيفلوغ بزاف بزاف. صافي كنشد هاد الشيء كنطلقو وكنصفيه، كندير له شويه الماء وكنصفيهم، كنشدهم ملي كنصفيهم كنرمي عليهم تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وواحد لتر ديال الحليب، كنزيد ثاني واحد شويه البزار وكنطحن كل شيء. فهمتي الخليط كيفاش غادي يجي؟ كنطحن كل شيء وفي التزيين كنقدمها بالطوست اللي كنقطعو مربعات وكنسمو بالمعدنوس والثومه والزيت البلديه في الفران، كنلوحو فوق منها وكنزين السيبولات وكنديرو رشيشه ديال لي سانكبي. نعاود هاد لاصو واخا. كناخد واحد الكيلو ديال شي فلور مع بطلة وحدة بيضة مع خمسة الصوص ثوم غير صغارين مع الملحة ولي سانكبي أو البزار، وكان حبة دا لو يكون سانكبي قرعة ردي لك عام. مهم كنسد هادشي كنطلقو، من بعد كنصفي من داك الميها، أصلا ما كنطلقوش بزاف الماء غير شوية الماء وهداك الميها كنصفيوها. كنضيف ليها الحليب، بعد ما كنصفيها كنضيف لها اطرو ديال الحليب مع معلقه كبيره ديال الزبده مع شويه البزار وكنطحن كل شيء كنميكسيه مزيان. وفي التقديم كنقدموه مع شويه ديال الطوست اللي كنقطعوه مربعات وكنكونوا دايرين فيه الزبيده البلديه ودرج ديال الثومه محكوك والمعدنوس. كنخلط داك الخبز مزيان وكنكون محمره في الفران، كنلوحوا شويه فوق الزلافه وكنزينوا بالسيبولات وشويه لسان كبي من الفوق حتى هما كنزينوا بهم بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه الله عليك. الله يبارك فيك. ندوزو